مواقع التواصل الاجتماعي قديش بينتهم على حقيقتهم قديش تلقاهم معناها تهبط انت ستوري ولا حاجه الكلهم يشوفك وحتى باش يحط جيمك صبع هذاك يستخسروا اللطف. انا لهنا نبين وكل الانسان هذا يتبع فيا 24 ساعه على 24 ساعه نحكيك حاجه في السياق هذا والله في السياق هذا يا دكتوره ساعات هكا تحل الواحد وحده الستوري وحده نحط برشا قلوب لا لي شيء ومن قلبي راه مش واحد يعمل فيها معناها يستناها ولا خلينا نمشي له في باله ولا والله من قلبه يقول انا خاطر ما في باليش باش تتحلي الستوري تحلت وحدها. اما يا عفيفه فما شكون تلقاه ديما يتبع ديما الحقد الالكتروني موجود قداش فضحهم يا هويدا قداش بين تحقيقتهم وشرهم. هنشوف بالله العلم شو يقول فما حقد الكتروني يا دكتوره الحقد الالكتروني يا دكتوره ليه هو سواء كان الكتروني ولا مش الكتروني برشا عبيد معناها تحس بالغيره ما تحبش انك انت توصل لتحقق حاجه تحمد ربي انهم هو الموضوع ما وصلش لدرجه انه يوصل يهاجمك لانه في عديد من الاحيان يوصل ينصب لك العداوه ويدبر لك ويقول فيك كلام يعملوا ديفو بروفيل دكتوره باش يدخلوا يهاجموك ويسيء لك ويحط لك تعليقات سيئه باش ينزل لك من قيمتك. والله وحاجه اخرى دكتوره ما فهمتهاش يبدا انسان لا يعرفك لا تعرفه وتتعدى يقول نكرهه علاش؟ علاش نكرهك؟ انا ما نعرفكش لانك تفكروا في فشله علاش؟ معناها انا ما عشتكش تفكروا في فشله ربي يهدي دونك هو وقت اللي يشوفك هو يحس الفشل نتاعو ربي يهدي يكرهك لانه هو في قلبه ضغينه وحقد وسواد اذا كان انت في قلبك بياض فاتاكد انه باش يحقد عليك بالشده. هل يضر هذا سونيا يضر اللي كنتوا تحكيوا فيه يعني انه يكره الشخص لطف يا ربي قلت نعم بكري قلت لكم يتمنى زوال النعمه وهذا موجود حتى في ديننا معني من غير سبب يضر هم لديهم مرض هو يضرهم الله مرضا هو يضر ولكن لو جاء كل انسان يكرهنا وبيحبناش يضرنا كان زماننا كلنا تحت التراب تو وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. اذا شاء لك الله سبب انه فما شيء في حياتك باش تخسره او باش يصير فيه اي مشكله فيكون هذا مجرد سبب الشخص هذاك اللي هو وجالك طاقة عين أو طاقة حسد ما يكونش هو الضار ليك بشكل الكامل. نرجع الموضوع أنك أحكينا على الطاقة متاع الإنسان وإسكو كيفاش المراقبة تعطي نتيجة عملوا يعني عملية بحث علمي على فوتونات قاعدة تمر من خلال ثقبين فتمر بطريقة منتظمة أول ما يولي الفوتونات هذيك عليها مراقبة تولي تتبعثر وتدخل بعضها يوريك أنه أي إنسان تتحط عليه يعني هما العلماء قاعدوا معناه مبهورين من المسألة هذه لأنها تبرر الكلام والتجربة اللي عادية متاعنا في الاجتماعية اللي تقول أنك أنت الإنسان اللي تتحط عليه العين والناس الكل تراقب فيه والناس الكل مركزة معاه ممكن أنه حياته كلها تتبعثر كل شيء في حياته تتبعثر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه حقيقة. هذه حقيقة. به سونيا كيفاش نعالجوا روايحنا من هالمسائل هذية معناها؟ هو فما سؤال يتطرح علاش الناس المشهورين مثلا احيانا تحكي مع انسان تقول له لي مثلا بالكش الحاجه ديك تعمل لك عين او تجيك عين من شخص يقول لك هاو الناس مشهورين وما صار لهم حتى شيء ولبس عليهم وما ضرهم لا عين ولا حسد علاش فينا احنا هاو الناس اللي الغرب اللي مش مسلمين ما ضرهم حتى شيء علاش فينا احنا. لا مش صحيح على خاطر انت ماكش عايشه معاهم الغرب باش تعرف يضرهم ولا عندهم العين وعندهم الحسد وعندهم السحر وعندهم السحر الاسود وعندهم الاشياء هذه كل هذا رقم واحد. رقم اثنين كي تقول لي اللي المشاهير مش قاعد يضر فيهم تنجم تعمل نظره صحيح انهم ما يكونوا ما شاء الله في اوجهم وطاقتهم لكن تتلم وتشوف انت تشوف في حالات برشا مشاهير تصير معاهم فضايح وحالات طلاق وحالات انفصال وسبحان الله تصير حاجات يعني الشيء مأثر يأثر في الناس الكل فمش حاجة اسمها معناها ما فيش حاجة المشاهير ما يأثرش قدرة ربي خاطرك تشوف أنت في المشاهير كيفاش الكل قاعد تصير معاهم حاجة هما ما يظهروش دكتورة هو مش باش يجي يوريك مشاكل غير أنهم هما عندهم حاجات يعملوا فيهم باش خاطر حاجات أكثر منا احنا وديجا حكيت عليها مرة سونيا برحش أحد الفنانات قالت شكوني الفنانة اللي ما تمشيش للعرافين أوه ليه عاد هذاك سوجي آخر هذاك لازم نهار وحده. سونيا كيفاش نعرفوا بالحق الانسان يبدا محسود و
اصابته عين. بسم الله بسم الله عليكم. به احنا شنو قلت لك؟ انا قلت لك انه الانسان مكون من طاقه كهربائيه. دونك الحاجه اللي تصير للانسان لما كيف خلينا نفهموا الساعة ما شرحت لكش أنا كيفاش حالة الحسد والعين. دونك بما أنه قلنا أنه الإنسان طاقة كهربائية فإنه باش تجي إذا كان صار فما حاجة كما هكا يكون من شخص آخر أو من أشخاص طاقة كهربائية تترسل على الإنسان هذاك، وبما أنها سلبية اللي باش تعمله هو أنها باش تحدث بلبلة، يعني باش يحس الإنسان أنه طاقته مش طبيعية. نقولها بالفرنسي سو سون با دون سابو، معناها نحس روحك مش انت فقدت السلام الداخلي، تحس روحك مشوش، تحس روحك ما فاهم شيء، تحس روحك تايه، تحس روحك ساهي، تحس روحك ساهم، مش انت، تحس افكارك منبعثره، عندك وسواس، افكار كثيره، هذه بدايه انه فما طاقه خارجيه سيئه دخلت على الانسان بشكل جديد. يا لطيف. هذا هو كيفاش تبدا تفهم، وبطبيعه تظهر في بلبله الاعمال، هذاك علاش كيفاش قلنا احنا استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان، لانك لما تحكي حاجه الناس تشوفها تركز معاك وتعطيك ممكن طاقات كهربائيه تدخل على الطاقه نتاع الانسان تبعثر له اموره اللي قاعده تصير في الحياه هذه، موضوع علميا هاني فسرته لك تو، ماهوش مجرد خرافات ولا خزعبلات ولا اي شيء من هذا، هذا حاجه ربي خلقها فينا، الناس اللي تقول خرافات وخزعبلات هي ناس فقط تهتم بالشيء المادي، تغزر لك انت كجسد، مش قاعده تشوف فيك انت كروح شنو الحكمه العظيمه اللي خلقها ربي فيك. سبحان الله. كيفاش نحسنوا رواحنا ونعملوا هالنور اللي حكيت لنا عليه هنا، ان شاء الله حكيت لنا عليه انت سنة. ان شاء الله ربي ينورنا الكل بالنور هذاك ويقعد دايم ان شاء الله. إذا نرجعوا بالضبط سونيا، كيفاش الحل؟ به الحل أحيانا الإنسان لما يكون طاقته تدخل بعضها ممكن ما يقدرش أنه يساعد روحه، احنا العادي اللي نسمعوه إنسان يقول لك محسود أيا أقرأ قرآن صلي توا تتحل المشكلة، أحيانا راهو الإنسان ما نظلموش، راهو أحيانا فما ناس يوصل بها الحال أنه يقوى ويتراكم ويطول والإنسان يكون طاقته ضعيفة، راهو ما ينجمش ينقذ روحه وحده، راهو بحاجة إلى مساعدة، بحاجة إلى شكون طاقته إيجابية أكثر باش ينتشلوا ويساعدوا ويخرجوا من يعني ينقص عليه برشا من الطاقة السلبية اللي عنده باش يوصل ينجم هو يبدأ يعالج روحه، لأنه أحيانا توصل الطاقة بشكل أنه الإنسان ما عادش ينجم يحل لا قرآن ولا حتى أنه يوصل يقول الله أكبر، هذه حالات كبيرة كثيرة برشا، ما ينجمش يوصل الإنسان يصلي، أحيانا يتوضى ويقعد يغزر لكن ما ينجمش يوصل يصلي، عليه لأنه الطاقات تكون تراكمت عليه بشكل كبير. نبدل لك صيغة السؤال شوية في نوعا ما، لأنه مثلا الفترات هذه فترات مباركة جدا لأشهر الحرم و داخلين في العشر المباركات العشر المباركات والفجر وليالي العشر بالضبط. انا مثلا شخص واحد هكاك من عند ربي نقول انا مثلا وقتها واحد يكثر من الحسنات من الصدقات من الصلاه من الصيام طبعا اكيد، فهل هذا مساعد انه يحمينا من العين والحسد؟ بالطبيعه يساعدك يعني كوقايه، جيتك الجانب الوقائي هنا انا سوني يساعدك بشكل كبير اكيد في انه ينظف لك برشا طاقات سلبيه موجوده في الجسد، لكن حاجة أخرى اللي هي مهمة واللي مش سهل باش الإنسان يكتسبها وحده هي أنه طاقته تصبح أقوى، وهذه تعتمد على عدة عوامل، هذا علاش أنا مثلا عاملة دورة التشافي العميق، لأني لو نعرف أنه الإنسان يقدر يخرج من الموضوع بأنه يقرأ قرآن ويصلي ويعالج روحه وحده ما كنتش عملتها الدورة، تنجم تتفرج في النصائح موجودة عندك في الإنترنت، فما رقيات حاضر، الموضوع مش هكا جمل، لأنه فما كوتي أخرى نفسية وروحيه وطاقيه الانسان ما ينجمش يكتسبها وحده، فما اخطاء الانسان يعملها في حياته، في تفكيره، في قلبه، في طاقته، في حياته، في اموره النفسيه، في حالته النفسيه، حاجات وارثها من امه وابوه، ما ينجمش يخرج منها ويتخلص منها بكل سهوله وحده. كيفاش نتحصلوا عليك باش انا كل لا موجود عندك في الباج شفاء اكاديمي اس اتش اي اف ا ا، عندك رقم الواتساب اللي هي عليه التسجيل معناها نتاع الحالات هذه اللي كلنا جايين كلنا مرحبا بي هي راهي كحاله مش احنا مثلا ما نقدموش مثلا رقيه انه هاي اجى انسان نقراو عليك قران، الموضوع مش هكا جمله،
لذلك تلقى انسان يعمل في رقيه سنين وسنين وما يتحسنش، على خاطر مشكلته مش في انه فقط يقرا قران، هناك نواحي كثيره اخرى خاطئه في حياته يلزمها تتصلح، يلزم نعدلوها، يلزم يفهمها باش توصل حياته تتصلح بالحق ويفهم ويقدر انه يتقبل القران. لذلك نشوف اللي برشا عباد مثلا بعد ما ياخذوا الدوره يقول لك رجعت نصلي، وليت نصلي، وليت نجم نقرا قران، وليت نفهم القران وقت اللي نقرا، وليت نحس روحي حياتي اختلفت، لانه فما طاقات لازم ندخل نقوم بادخال طاقات نورانيه وايجابيه في الانسان باش تخرج منه الطاقات السلبيه هذه. هذا هو الجذر اللي نخدمه. وبرشا عباد تسال تقول لك علاش كيفاش انت في الدوره ناس عندها امراض كذا وامراض كذا وامراض نفسيه وامراض جسديه، وذاك عنده قولون، وذاك عنده غده درقيه، وذاك عنده سكر، وذاك كيفاش انت تعالجهم الكل في نفس الوقت؟ معناها الامراض العضويه زاده بالطبيعه، لانه اساسا الامراض العضويه منشاها امراض نفسيه وروحيه، فكله تتعالج، لانه احنا جذر المشكله بالاساس هو اللي نقوموا بعلاجه، نقوموا بعلاج جذر المشكله، وبالتالي تتعالج بالنسبه للناس الكل، لانه لما تدخل الطاقه الايجابيه تخرج الطاقه المسببه للامراض النفسيه ولا الجسديه ولا الطاقيه في الانسان، وبالتالي يحدث التغيير وتحدث الشفاء باذن الله. ما احلاك فلا التغيير والشفاء باش نكملوهم مع مدرسه الشفاء للنفس الجسدي. الدكتورة سونيا الخياري باحثة في علوم الباراسيكولوجي في ومؤسسة مدرسة الشفاء النفس الجسدي، هو كل مربوطة ببعضها، يعني كنت بسيكولوجيك بالأمراض العضوية. هذه مدرسة عالمية معناها طبعاً جديدة اللي احنا ننافس بها المدارس العالمية في بلدان أخرى وفي بلدان شرق آسيا وغيره، حاجة مبنية على العلوم الشرعية وعلى العلوم العلمية الحمد لله. نمشي لك لزوز مدارس بحذية حطيتهم على اليسار.